بهدف ثاني لليفاندوسكي في الشوط الثاني، البايرن يفوز على الأهلي 2-0، والأهلي يتأهل للمباراة على المركزي الثالث والرابع. كابتن شريف، مباراة صعبة جدا ولكن النتيجة تعتبر منطقية. منطقية لأحداث المباراة، يعني منطقية للفارق كبير بين بايرن ميونخ وأي فرقة في العالم الحقيقة، مش النادي الأهلي بس. فاللعيبة بتتحرك بأسلوب يعني صعب على أي فرقة إن هي تفضل مكان ألماني فعلا، أو حتى لو بيجيبوا لعيبة من أي حتة ماشيين على نفس السيستم بتاعهم ما بيتغيرش. لينوفسكي أنت بتقول عليه بيفضل قاعد ساكت ساكت ساكت، وفي نفس الوقت بيختار الوقت اللي يقدر يجيب بيه في أهداف، واللعيبة كلها عندهم البدائل، عندهم كل شيء. يعني كنا دايما نقول لك الاهلي بيخسر بفعل فاعل، او الفاعل طلع بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ فرقه جامده جدا، لا فرقه ثقيله ثقيله علينا احنا كلنا. بشكر اللعيبه والله اللي استحملوا الهجوم ده كله مع التحفظ لينا، ان احنا دايما وابدا بنبحث عن احسن تشكيل لينا، احسن وجود في الملعب، طريقه اللعب قدام الفرق. حتى انت هتلاعب بالميرز بعد كده، فرقه ثقيله برده مش سهله، لازم كل اللي حصل النهارده ده نحطه في اعتبارنا في المباراه الجايه، على اساس ان احنا يبقى لنا مركز في التدويج باذن الله على المركز الثالث باذن الله، والبرونزيه دي حاجه بطوله لوحدها يعني. صحيح. ف هتتكلم على الفنيات، هتتكلم على اي شيء حصل، هم بيدوروا الكوره بسرعه جدا، وعندهم سرعه كبيره جدا بدنيه، وعندهم هدف ان هم يعني زي ما قال هاني كان بيقول عندهم سادس بطوله. صحيح. بيحاولوا يحققوها، وعندهم امكانيات رهيبه. يعني احنا قاعدين مشفقين على اللعيبه والسيستم اللي احنا بنلعب بيه، ان احنا حتى ما عندناش عمق هجومي. صحيح. نقدر نستند عليه، وان كان متاخر، ان كانت الحكايه بتتاخر للشوط الثاني. فانا ما عنديش اي حاجه اقولها دلوقتي الا لما نخش في الفنيات والاهداف اللي دخلت ازاي، والتحكيم والدنيا هتمشي ازاي. انما فرقه حقيقة تستاهل يا كابتن ايمن، تستاهل تكسب. صحيح. وتكسب مكسب كويس يعني. وبشكر الديفنس بتاعنا النهارده تماما، على راسهم ايمن اشرف واللعيبه اللي لعبت وبنون. الحقيقه شالوا حاجات كتير برضو، عرضيات كتير، عينيهم على طول فيها ارهاق من كتر التحركات اللي هما بيشوفوها، من كتر يمكن حتى فرقه ده احنا تعبنا من بره. فرقه البايرن، فرقه البايرن تاني شوط هديو بقوا بيفكروا ساعات ان هما يجيبوا الجون السهل، بيفكروا ان هما ما يعملوش يعني يخشوا في اي خطر يحصل منه اصابات او يحصل اي حاجه، ابتدوا يلعبوا الكوره. احنا كمان الضغط على الخصم كان غير موجود خالص، ولما بتضغط بتستحوذ وبتاخد. بعد الاستحواذ ما بلاقيش السوبر رانر بقى اللي انا متعود عليهم، لان الامكانيات كبيره قوي، امكانيات اللعيبه هنا والحاله اللي كنت بقول لك عليها البدنيه صعبه جدا. انك انت عايز ترجع بقى لايام هولندا والفرق اللي هي كانت بتلعب مع المانيا فيها السرعات، كرويف النادي. صحيح. عايزه النوعيات دي من السرعات. صحيح. عايزه حد يقدر يبادلها التحكم، ويبادلها الضغط، ويبادلهم كل حاجه عشان يبقوا موجودين بشكل مثمر، يقدروا يجيبوا جوال.